حياكم الله مشاهدي قناة الرشيد الفضائية. اليوم راح نكون وياكم في معرض بغداد الدولي، راح نشاهد وياكم تفاصيل هذا المعرض وفيانه. حياك الله. أهلا وسهلا. نريد نعرف مشاركتكم يعني داخل المعرض. طبعا المشاركة للقطاع الخاص يعني حقيقة قد البعض ما يصدق، هي 3% أو إلى 5%، وقد تكون أقل. يعني إحنا صدمنا بعض المصانع ما كنا نعلم بها إحنا كقطاع خاص كاتحاد صناعات، ما نعلم بها، اكتشفناها بالفترة الأخيرة وهي تصدر أيضا. كما تلاحظ أنه لأول مرة يكون للقطاع الخاص قاعة خاصة بهم، ولاحظت الشركات الكبيرة، البعض قد يستهزئ، حب بلدك، أنت من تحب مهنتك وتحب تعمل في بلدك. بعض الأخوة بسبب ظروف طلعوا فتحوا مصانع خارج العراق، كانت المشاركات عشوائية، لكن عند تبني اتحاد الصناعات وحضانته إلى المصانع الأهلية أصبحت بتنظيم، فأكيد من يأتي إلى هنا لا يجد غير صناعة في العراق. حياك الله. حياكم الله، الله يحفظكم. الله يخليك. من وين جيتك؟ والله جيتنا من الكاظمية. أهلاً وسهلاً. شلون شاهدت المعرض؟ والله المعرض فشي جيد وحلو، وهاي فالثقافة يعني للناس تتوعى أكثر على الشركات وعلى بعض الدول، شاهد المنتج مالتها الموجود، التطور الصاير، يعني فشي حلو. جاي سابقاً لهذا المعرض أو أول مرة يعني تجي؟ والله احنا هسه بالجديد ما جايين، بس بالسابق كنا نجي شركات يعني ومعارض هواي كانت، يعني في شيء حلو، بس هسه بتطور يعني الحمد لله كل سنه يصير افضل. شنو عجبك بهذا المعرض؟ يعني مثلا عند اكو هناك كراسات، اكو ملابس، اكو اشياء يعني انا احب الشغلات هاي شلون نقول الاثريه، سهل البخورات والقلبيات وهذا، في شيء حلو ومرتب والناس همين تحب تتبضع وتشتري، وفشي حلو هذا يعني. نعم حلو، فيحتاج لك شيء حلو يعني. هو المقدم احلى مني. اي انت طيب وحلو، قناتكم حلوه ومرتبه. حياك الله. الله يسلمك، الله يسلمك، الله يخليك، الله حبيب قلبي. الله يخليك. نريد نعرف شنو هالقيافه الجميله، شنو هذا اللبس مالك؟ الله يسلمك، هذا زي التراث العراقي، الجيش العراقي. اولا منظمتنا شارع المتنبي، تراث الاشرف مال السيد محمد علوان. هذا اللبس مالكم شنو يعني؟ هذا زي قبل 101 سنه الجيش العراقي، وهذا زي عبد الكريم قاسم. انا قلد رئيس جمهوريه العراقي عبد السلام عارف، هنا ملك فيصل، هنا بالداخليه يعني رجل الداخليه، فنعيد التاريخ. زي كل دوره يشاركون يعني بمعرض بغداد؟ لا والله اول مره مشاركين. اي شلون شفتوا يعني اقبال الناس عليكم؟ اكيد يعني اخذوا صور يعني اقبال كلش قوي، ناس يعني متفاجئين بهذا الزي. كل مده نسوي فعاليه، وكل ما دزونا دعوه، دزونا دعوه معرض بغداد الدولي، فدزونا دعوه ونجينا لبينا طلبوا منه، فاحنا شرفنا نلبس هذا الزي، الزي العراقي التراثي الاصلي، اقلد بلدي، اقلد جيشي. لا احنا بنجيب هنا احنا معروفين، احنا هنا بالسحلب والعسليه والسبع بهارات والحب المصري زي ما انت شايفه كده عليه اقبال الناس، ايه واخد بالك، بتاخد فيه منه يعني على طول، فهمتني؟ والكركديه، وعندي الزعتر دور برضو الناس بتاخد منه، بسم الله ما شاء الله، هم متعودين عارفين، عارفين طبعا عادل امام، محمد عادل امام يعني. شنو قصه عادل؟ والله هو الشعب العراقي كله بيحب عادل امام، ويمكن عادل امام ربنا يديله طول العمر والسحلب، هو واخد بالك هو محبوب، هو بيحب الشعب العراقي كله، احنا اصل القهوه واحنا اصل الحب، واخد بالك، وهم الناس بينزلوا الشعب العراقي بينزل مصر، بينزل مصر واخد بالك، وعارف كل المنتجات اللي انت بتشوفها دي، بيتفرجوا عليها في التلفزيون وعارفينها، وجربوها وبيجي يجربوا تاني، بيجربوها بيجي يجربوا تاني. حياك الله. اهلا وسهلا. شلونك؟
الحمد لله والشكر. وين جيتك؟ جيتي من البيع للمعرض. شلون شاهدت المعرض؟ جيد جدا ممتاز. شنو عجبك يعني بالمعرض؟ اختلفت يعني الاقبال الناس حركته مثل عن السابق او نفس الشيء يعني؟ لا الحركه اكثر والاقبال اكثر والعروض جيده جدا، يعني جيده جدا، الاجنحه بصوره عامه جيده جدا. اها. كل التوفيق ان شاء الله. والله رسالة للجميع للكل، يعني يجون للمعرض يباوعون، يعني يشوفون، حتى إذا واحد ما يتسوق ويشتري لا يلاحظ يشوف شنو المعروض، شنو الشركات أنت تعرض، واحد يتطور. مشاركتنا داخل المعرض كمنسقين هنا أول شيء بالبداية، وبعدين تحولنا إلى مستثمرين داخل المعرض. الطاحونة الذهبية من يعني أوائل الشركات الموجودة بالعراق بالدبس والراشي والحلويات. وإذا تحب جرب المنتوج الوطني اللي مالتنا موجود. ألف عافية. نريد نعرف يعني بس راشي تقدمون أو راشي ودبس وحلويات وأنواع الزيوت الطبيعية كلها نعصرها قدام العالم ونعطيهم إياها. شلون شهادة إقبال الناس يعني عليكم بهذه الفترة؟ يعني إقبال الناس كلش كبير على المواد اللي نقدمها والمنتجات لأن كلها منتوج وطني عراقي. نشجع الصناعة الوطنية العراقية ويعني المستورد لازم ينقطع، العراق هي الصناعة العراقية الأولى. شكرا للزميل علي العامري. مستمرين مشاهدينا مع تقاريرنا المختلفة.